بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول النظام الجديد ومراجعات من خلال تحقق من فهمك وتقييمات الوحدات ومسائل امتحانات من خلال دليل المعلم. النهاردة لقائنا مع الوحدة الثامنة وتقييم 16 على الوحدة الثامنة من خلال دليل المعلم. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار التمارين بتاعته إيه وإزاي هنشتغله مع بعضنا. ما تنسوش إحنا دلوقتي خلصنا 66 درس، وبالتالي إذا كنت سمعتهم واستفدت منهم لازم تاخد ملخص سريع لكل درس في الحاجات المهمة في المفاهيم الأساسية، وده موجود على قناتي معلم الرياضيات عليها التقييمات المفاهيم بتاعت الدروس بتاعتنا في فيديوهات مختصرة سريعة جدا لابد ان انت ترجعها وتراجع معاك المفاهيم دي وتتذكرها وبعدين تدخل على التقييمات بتاعتنا دي، وده كله موجود في الثلاث صور اللي موجودين في اخر دقيقة في الفيديو. هتلاقي صورة المفاهيم اللي موجودة على قناة معلم الرياضيات، تضغط عليها تدخل على القناة على طول، بالاضافة للتقييمات اللي احنا نزلناها حوالي 25 فيديو لغاية دلوقتي، تضغط عليها باللون الاحمر تلاقيها هنا، تضغط عليها هتدخل برضو عليها على قناة محمد عبده دي، والدروس بتاعتنا برضو هنا موجودة، تضغط عليها تدخل على الدروس كاملة بالتفصيل. ما تنسوش الاشتراك في قناتي للترم الثاني براعي مبدعة اللي هنزل عليها دروس ومراجعات الترم الثاني ان شاء الله، هتلاقي الرابط بتاعها هي وقناة معلم الرياضيات جنب عنوان الفيديو على طول، تضغط عليها تدخل على القناة عشان ما تنساش، اعملها من دلوقتي عشان خاطر اول ما ينزل اول فيديو تكون متابع وماشي معايا فيه، لان احيانا بتنزل الدليل وبشتغل وبعدين زمايلكم ما بيحسوش بيها وبيسألوني فين الترم التاني موجود. تعالوا بينا نشوف افكار تحقق من فهمك على الوحدة التامنة والعمليات الحسابية وترتيبها. هنبدأ بإكمل أول سؤال، عملية جمع بسيطة سهلة عشان يذكرك بالأربع عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. هتجمع جمع عادي يعني ما فيش داعي ان احنا نضيع الوقت فيه، ممكن تجمعه انت وبعدين تشوف اجابتك هل طلعت كده ولا لا، يبقى اجابة سليمة عشان بس ما نطولش الفيديو. وبعدين السؤال الثاني في عملية طرح، برضو هتطرح وهيطلع الناتج بتاعها طرح زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، وبعدين بعد كده ندخل في عملية ضرب. لاحظ ان انت بتضرب الاحاد الاول في العدد كله يعني في التسعة، وبعدين في الواحد اللي هو يعتبر عشرة، يعني هتقول اتنين في تسعة بتمنتاشر، تمانية ومعايا واحد، وبعدين الاتنين في واحد باتنين وواحد يبقوا تلاتة، يعني تمانية وتلاتين، وبعدين دي ستين، هضرب الستين في التسعتاشر، بحط الصفر الاول بتاعها واضرب الستة في تسعة والستة في واحد، وستة في تسعة باربعة وخمسين، احط الاربعة ومعايا الخمسة، وبعدين ستة في واحد بستة وخمسة 11، فبتطلع الاجابة 1140، بتجمعها مع ال 38 بتطلع الاجابة بتاعتنا بالشكل ده. ده كان الثلاث مسائل بتوع الجمع والطرح والضرب. تعالوا نشوف مسألتنا الرابعة بتتكلم على ايه، برضو بتتكلم على قسمة، بس خد بالك من مسائل القسمة اللي زي دي طبعا بتنخدع فيها وبتطلع الاجابة معاك غلط، يعني مثلا المفترض انها تطلع 308 مثلا، انت هتلاقيها مطلعها 38، ايه السبب انك نسيت الصفر ليه؟ تعال نشوف الخطوات دي بالتأني واحدة واحدة. احنا بنبدأ بخانة الالاف، فيها كام؟ فيها 3، الثلاثة اقل من ال 12 فما بينفعش، فبالتالي بنحط صفر فين؟ في خانة الايه؟ الالاف، وبعدين بناخد الثلاثة بتاعت الالاف نحولها الى المئات ب30 ونضيف عليها السبعة، يعني كأنك بتحطها جنبها زي ما هي مكتوبة وتقول 37 فيها كام؟ 12 فيها 3، الثلاثة تحطها فوق خانة المئات بالشكل ده كده، وبعدين تضرب الثلاثة في ال 12، بس لاحظ ان دي في خانة المئات، الثلاثة في 12 هتجيب لك ايه؟ 36، هتطرح ال 36 هتطلع لك هنا الناتج بتاعنا واحد، وفي هنا الصفرين هتنزلهم انت على طول، ماشي، اذا نزلت الصفرين مفيش مشاكل هيبقى بالشكل ده، لكن المفترض ان انت محتاج دلوقتي بعد ما خلصت خانة المئات انك تروح لخانة الايه؟ العشرات، وبالتالي انت فاضل لك كام من المئات هنا؟ فاضل لك واحد، هيروح بعشرات هيروح بعشرة، مش كده؟
هتقسم العشرة، خد بالك من الحتة دي، هتقسم العشرة على الاتناشر، اقل منها ما ينفعش، وبالتالي بتحط صفر في خانة الايه العشرات، وبعدين بتاخد خانة الاحاد معانا او بتحولهم العشرة الى احاد، هتديك مية، لان هما واحد مية، مش كده؟ هو ده الباقي واحد مية، فلما حولته لخانة العشرات بقى بعشرة، ما ينفعش حطيت صفر فوق لانه اقل، دلوقتي بقت مية يعني اكبر، يعني ينفع اطرح اقسمها على الاتناشر. هقسم على الاتناشر، هقول فيها كام اضربه في اتناشر يديني المية او اقل منها، هنلاقي التمانية هي الاجابة بتاعتنا، وبالتالي هتبقى تمانية لما اضربها في اتناشر تديني ستة وتسعين، من المية يبقى فاضلين اربعة، يعني مسألتنا كانت بتقول 3700 على 12 طلع الناتج 308 والباقي هو 4. شفتوا ازاي الخطأ؟ خدوا بالكم عشان ما تقعوش فيه. دايما لما تيجي تقسم في الخانة اللي انت شغال فيها ما نفعتش بتحط صفر، يعني التلاتة هنا اقل من الاتناشر، وبالتالي بحط صفر في خانة الايه الالاف، يعني مش هوزع الاف لان دول 3000، ثلاثة متجمدين كده بقى كل واحدة بألف، مش هينفع، لازم أفك والكلام ده، فعشان كده هحط صفر الأول في خانة الألاف لأني مش هدي ألاف وهحولها إلى المئات، هتبقى بـ30 وعندي سبعة يبقوا 37، أو تضم الاتنين مع بعض ما دام ما نفعتش، بس تعمل حسابك إن هم مئات هيبقوا فيهم ثلاثة لكل، أنت عندك بتقسم 37 على الـ12 هتبقى فيها الثلاثة، بتضرب الثلاثة بـ36 مئة، 36 ماء، من ال 37 ماء فاضل لي واحد، مش كده؟ هعمل فيه ايه؟ اقسمه، مش هينفع لان شيء طبيعي باقي القسمه، باقي الطرح لازم يكون اصغر، ما بيقبلش على العدد ده، والا اذا كان كبير ويقبل يبقى انت غلطت في الثلاثه دي، ما هي الصح المفروض تصلحها، تمام؟ طب بعد كده حولتها الى العشرات، ماشي بالترتيب، بقت الواحد اللي في المئات بعشر عشرات، عشرة برضو ما تنفعش على الاتناشر، عشان كده حطيت صفر في خانة الايه العشرات، وبعدين اوديهم بقى الى الاحاد بايه بمية، المية هقسمها على التمانية هتنفع، فيها على الاتناشر فيها التمانية، تمانية في اتناشر بستة وتسعين، اطرح يفضل الاجابة اربعة باقي، ويبقى المسألة بتاعتي لما قسمت 3700 على 12 ادتني 308 والباقي هو كام؟ اربعة، تمام؟ طب دول يعني تذكرة الاول للعمليات اللي احنا بنجريها، ضرب وجمع وطرح وقسمة، وبعدين تعال نشوف بقى عمليات ايجاد الناتج من خلال ترتيب العمليات. هنا عندي عمليتين، عملية جمع وعملية ضرب. القاعدة بتقولي إذا كان عندك أقواس فكها، وبعدين إذا كان في بعد الأقواس إذا كان في أسس اتغير أو شلها أو اخلص منها. طبعا الأسس لسه ما درسناهاش، ما خدناش غير التربيع بس بتاع المربع طول الضلع في نفسه، هي دي وخلاص على كده. طب يعني إذا هنبص بعد الأقواس عشان مش موجودة عندي، هنبص إلى الضرب والقسمة، اخلصهم الاول بالترتيب وانا ماشي، وبعدين اخد الجمع او الطرح. فهنا في ضرب اخلص منه، 3 في 6 بكام؟ ب 18، احط ال 18 تحتها والزائد تنزل زي ما هي والخمسه زي ما هي، يعني 18 بقت 5 زائد 18. خلصت الضرب الاول، اجمع بعد كده تديني الاجابه بتاعتي 23. دول الخمس مسائل بتوع اكمل. تعال نشوف اختار الاجابة الصحيحة. المسألة رقم 6 بتقول لي استخدم ترتيب العمليات عشان تحل المسألة دي. امشي بالنظام اللي انا ماشي بيه وبقول لك عليه كده، امشي كده بقلمك وشوف عندك ناقص سيبها، وبعدين في قسمة تعامل معاها الاول، يعني 12 على 6 فيها كام؟ فيها الاثنين، بقت 36 ناقص 2 تديني كام؟ تديني 34. اذا نمرة دال هي الاجابة بتاعتنا، تمام؟ طب تعال نشوف المسألة نمرة 7، بيقول لي اختصر لأبسط صورة، المسألة فيها اقواس يبقى لازم افك الاقواس الاول، يعني ايه؟ يعني اطرح 142 ناقص 55 واطرح 72 ناقص 69، وتبقى الاجابه بتاعتي هي الاولاني على الثاني، اللي انت طلعته من هنا على اللي انت طلعته من هنا، يعني هتقول
87 اللي هو ناتج الطرح بتاع دي 87 على 3 ناتج الطرح بتاع ده. اذا انا طرحت دول وطرحت دول في الاول، ليه تقول لي طب ده الطرح بعد الضرب والقسمة؟ ايوه لكن دول في اقواس، لازم افك الاقواس الاول، خدوا بالكم من دي كويس. فكيت الاقواس دي جابت 3 وفكيت الاقواس دي جابت 87، بقت عبارة عن 87 على 3 تديني 29، هي الاجابة بتاعت المسألة بتاعتي اللي هي 29 زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف المسألة رقم 8 بتقول لي ايه. الناتج في ابسط صورة للمسألة التالية، بص كده للمسألة وانت ماشي هتلاقي في طرح وبعدين في ضرب وبعدين في قسمة. طب احل المشكلة دي ازاي؟ امشي من اليسار لليمين زي المسألة ما ماشية، تمام؟ خدوا بالكم، ابدأ الاول بالضرب، افرض ان كانت القسمة هنا في الاول وابدأ بالقسمة، لكن هنا الضرب جه في الاول، وبالتالي اضرب الاربعة في 14 دول بكام؟ بستة وخمسين، واخد الستة وخمسين اقسمها على الاتنين تبقى 28. يبقى عندي ستة وخمسين، عفوا معلش، ستة وخمسين ناقص 28. جت منين ال 28؟ قلنا ضربنا دول الاول طلعوا كام؟ 56، طلعوا 56 مظبوط. ما تقولش بقى 56 ناقص 56 يبقى صفر على 2 تجيب لك صفر، لا، انت تضرب الاول والناتج اللي يطلع تقسمه على الاثنين، خلاص كده؟ يعني تجري عملية الضرب وبعدين عملية القسمة، لأن ما صدفتناش في تمارين الدرس في مسألة زي دي، فعشان كده بنأكد عليها. اضرب الاول 14 في 4 بكام؟ ب 56، 56 اقسمها على الاثنين هتدي لك 28. بعد كده بقى تشيل من ال 56 دي ال 28 اللي هي ناتج الضرب وبعدين القسمه، الناتج اللي طلع في الاخر نطرحه يطلع 28، يعني 56 ناقص 28 تديني 28. دي كانت المساله رقم 8. تعال نشوف المساله رقم 9. بيقول لي اشترت فاطمة 6 سلال من البيض، يعني جابت كراتين بيض مثلا 6 سلال، كل سلة فيها 8 بيضات، استخدمت، يعني هي جابت كم كده؟ على طول هيجي في ذهني ان انا هضرب ال 8 في 6 عشان تطلع كم بيضة هي اشترتهم، تمام؟ طب وبعدين استخدمت بعض البيض، ما قاليش كام اللي استخدمته، لكن قال لي في الاخر لقت فاضل عندها 38 بيضة متبقية. نفترض ان عدد البيض اللي هي استخدمته هنديله رمز اي، تمام كده؟ يبقى الاي دي بتاعت ايه؟ بتاعت البيض المستخدم. طب وبعدين ازاي فاطمة تحدد عدد البيض اللي استخدمته؟ هنبص للجدول الاول بتاعنا ده ونشوف ايه العملية اللي تمت صح مع العمليات دي. هي اشترت 6 سلات، كل سلة فيها 8، يبقى 8 في 6، تمام كده؟ استخدمت يعني شالت منه، يبقى ال 8 في 6 مش هضيف عليها اللي هي استخدمته، لا ده انا هشيله، يبقى دي مش هتنفع معايا. طب هل هنا 8 في 6 وبعدين زائد؟ لا كده خطأ، ليه؟ لأن أنا لازم أجمع اللي جوه القوس الأول، وده ما ينفعش، لأن ده ال 38 دي هي اللي متبقية، فما ينفعش أعملها بأقواس بالشكل ده، لكن تنفع أعملها كده 8 في 6 وأشيل منهم اللي استخدمته، هيفضل الباقي اللي هو 38. خدتوا بالكم منها ازاي دي؟ يعني الاي دي هي عدد البيض اللي استخدمته. طب هي جابت قد ايه؟ جابت 6 في 8، مش مهم كام دلوقتي، المهم جابت 6 في 8، هنشيل منهم الاي، هيطلع اللي فاضل بعد كده اللي هو ال 38. اذا المعادله هتتحل ازاي؟ بان انا هقول 6 في 8 ناقص اي، هضرب دي الاول عشان اطلع 48 واشيل منهم اللي هي استخدمته اللي هو ما عرفهوش كام، اللي هو شوف انت كده لو شلنا من ال 48 كام يفضل 38، 10 مش كده ولا لا؟ يبقى هختار من العمود الثاني ال 10 وتبقى هي اللي استخدمتهم 10 بيضات، يعني كان عندها 6 سلال كل سله فيها 8 بيضات ب 48 بيضه،
ال 48 بيضة دول استخدمت منهم كام عرفناه خلاص اللي هم العشرة شلناهم من ال 48 بتوعي، بقى اللي فاضل 38 بيضة عندها. تمام كده خدنا بالنا من الاختيارات ازاي اخترناها وليه ما اخترناش دي وليه ما اخترناش دي، وبرضو اللي تحت ليه ما اخترناهاش، لان المفروض ان احنا نضرب الاول 6 في 8 عشان نجيب الناتج، لكن لما يحطها في داخل القوس يبقى لازم العملية اللي داخل القوس تتم الاول زي دي ودي، ما ينفعش ان انا اضيف على ال 8 38 ولا اضيف على اشيل من ال 8 38، لان دول باقي من البيض كله اللي انا ما اعرفوش الا اذا ضربت 6 في 8. تمام حبايبي، دي كانت المسألة رقم 9. تعالوا نشوف المسألة رقم 10 بتقول ايه برضو وازاي نحلها. بيشتري احمد القماش من 3 نساجين، يعني محلات 3 مختلفة، عشان يعرضوا عنده في 4 محلات بتوعه هو. طبعا هو هنا لخبطك في 3 محلات بيشتري منهم و4 محلات بتوعه هيوزع فيهم. نمشي مع المسألة وتفهم الحكاية بتاعتها. احمد اشترى من 3 نساجين، اذا راح لواحد والتاني والتالت. اول واحد اشترى منه 12 متر، طب كويس، والتاني اشترى منه 28 متر، والتالت اشترى منه 40. خد بالك من العرب من الاعداد اللي مكتوبة باللغة العربية عشان ما تتخدعش فيها وتبص على الارقام بس وخلاص. 40 من النساج التالت. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو جمع، خدوا بالكم، جمع 12 و18 و40. تمام كده؟ طب دي اهو جمع 12 و28 اسف 28 و40، ودي جمع 12 و28 و40، ودي جمع 12 و28 و40، وكلهم فيهم مجموع ال 12 و48 و28 و40. بس هنا عمل ايه هو بقى؟ عايز يوزعهم على الاربع محلات بتوعه، وبالتالي يبقى انا لازم اجيب ناتج المجموع في الاول، لان انا لو سبتها من غير معلش اسف جدا طالع من دور برد الحمد لله، فيبقى عندي لازم اجيب المجموع الاول وبعدين اقسمه على الاربع محلات، لكن لما الاقيها من غير قوس هتعامل مع 40 على 4 الاول، وده خطا طبعا. انا لازم اجيب المجموع وبعدين اقسمه على الاربعه، وبالتالي هاخد الثانيه لان هي الاجابه الصح، ان هم في جوه قوس ولازم اتعامل مع اللي داخل القوس الاول، فاجمع دول مع بعض هيدولي 80، اقسمهم على الاربعه يدوني 20، يبقى كل محل من المحلات بتاعته هياخد 20 متر. تمام فهمناها؟ طب اذا المعادله بتاعتي هتكون عباره عن قوس في داخله المجموع بتاع النسيج اللي اشتراه 12 و28 و40، اتعامل مع دول الاول هيدوني 80، على اللي هيطلع بقى على 4 هتجيب 20، هي اللي هختارها من العمود الثاني. بكده حبايبي يكون اتمينا مراجعتنا وتقييماتنا، ومتمنيا لكم التوفيق بالدرجة النهائية ان شاء الله. وما تنسوش ما تقفلش الفيديو عشان خاطر تشوف هنا المفاهيم اللي موجودة على قناة معلم الرياضيات، وبرضه هتلاقيها في أول رابط في أول تعليق، وهتلاقيها في أول صندوق الوصف. تسمع المراجعات سريعة كده تستفيد منها كويس جدا وتثبت المعلومات في ذهنك. أنا عاملك المخطط ومشيلك بيه بحيث إن أنت تاخد الدرجة النهائية لو أنت ماشي معايا في اللي أنا بحكيه ده. الدروس الأول كاملة بتفاصيلها، وبعدين بعد كده ندخل على المفاهيم بتفاصيلها على قناة معلم الرياضيات، ومسهل لك مكانها هو مجرد انك هتضغط بس. وهنا التقييمات بتاعتنا بعد كده تدخل عليها وتدخل على امتحانك موفق دائما ان شاء الله. ما تنساش ان انا نزلت لكم المهام الأدائية اللي هي هتمتحنها من 35 درجة على فيديو موجود، هتلاقي الرابط بتاعه برضو موجود في صندوق الوصف، رابط الأداءات أو التقييمات أو المهام الأدائية.
اللي هي عليها 35 درجة. تنساش الاشتراك في قناتي براعم مبدعة للترم الثاني، هتلاقيها جنب عنوان الفيديو، وقناة معلم الرياضيات للترمين مراجعات ودروس من كيجي إلى تالتة إعدادي. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا، أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.